تودوني على ال اروح ال المنتسب وسام حازم حسين محمد هم بصلاح الدين على شرطة صلاح الدين. معالي الوزير اسمع، سيد حسين الوكيل اسمع، هذا يقول هم تطوعت بصفو شرطة صلاح الدين بال 2014 بسامرة لأجل تحرير المناطق المحتلة من قبل عصابات داعش، وبعد إجراء القبول والتعيين التحقت بصفوف الشرطة في معظم مناطق صلاح الدين العوجة بيجي العلم من أجل عمليات التحرير. يقول انصبت بمدينة بيجي بأحدى المعارك ولدي نسبة عجز 65% بعد تحريرها وانتقال القضاء العلم في عمليات التحرير. ورا ما خلصت عملية التحرير واستقر الوضع الأمني عام 2017 فوجئت بقرار صادر مديرية شرطة العلم بأن لم يصدر لي أمر وزاري ولا أمر إداري في التعيين على قوى الأمن الداخلي، هلا من أني أمتلك جميع الأوراق الثبوتية التي تؤيد أنا منتسب بلطونيا. مع الوزير اسمعوا يا هاي القصة روح لك فدوة. وسام شلونك؟ وسام أنت بابا أنت من قدمت على التعيين من بلغك روح داوم؟ نعم أستاذ. أنت قدمت على التعيين بالشرطة، طلع لك تعيين على حد قولك والتحقت، يا الخابرك قال لك تعال داوم. أستاذ العزيز أثناء دخول داعش إلى مناطق صلاح الدين والموصل صار تعيين مباشر على فوج سات سامرة، يعني فوج سات سامرة قمنا بالالتحاق، يعني إحنا وعدة عدة مجاميع التحقنا. رحنا انطينا الفايل فحصونا كتبنا تعهد خطي اثناء المقابله اوكي ماكو شيء، قالوا التحقوا الاوامر اعتبروها صادت كل شيء ماكو. التحقنا شاركنا بتحرير المناطق كلها يعني من العوجه الى مصفى بيجي ورجعنا للعلم. هذا استمر بالخدمه قوت يعني اصابات من بيجي. قبل ما تنصاب يعني يا وسام انت من داومت بال 2014 ل 2017 تاخذ راتب؟ نعم اخذت راتب 3 اشهر خلال هاي السنين ثلاثة اشهر ايه بال 2014 اخذت، وراها قالوا على ما يجيكم امر اداري يعني تقوم تستلمون. قلت لهم خوش ما في مشكله ان شاء الله. فاثناء الرجوع الى العلم والله مستمر بالخدمه، يعني حتى عندي تقريبا العمليات اني منتسب ومتصوب وعندي برقيه وعندي نماذج نزول منتسب عالي. سووا لك اصابه فوريه لما انصبت انت؟ نعم موجوده يمي يطوك استمراريه بالخدمه من 2016 منتسب عالي ومستمر بالخدمه. زين صوبت رجعت للوحده؟ نعم نعم وساعدنا على هذا السلمت، يعني حتى مكرمة من مؤسسة الشهداء والتوحش من 100,000 زين سودا اني شرطي وجريء. منو كان الامر مالتك المباشر يا وسام؟ كان الامر بوقتها عميد محمد الحماش الله يرحمه استشهد. عميد محمد الحماد هذا امر لواء؟ لا لا مدير شرطة العلم، وكان القائد بوقتها لواء ضامن. زين انت يا فوج شنت؟ منو عامر فوجك؟ عامر سريتك؟ شنت على مديرية شرطة العلم نقلونا عاد، ودونا على مديرية شرطة العلم. زين بابا احنا من شنا بالجيش لما اروح انا انقل على وحدة يقولون ينشروني باوامر القسم الثاني ويقولون ادخل القوة والقدر، بمعنى انا استلم سلاح ويطوني خبزة. انتم بهذا الجيش عندكم هذا النظام؟ تم نشرك باوامر القسم الثاني انه انت منتسب؟ والله انا الاوليات يعني بوقتها من قالوا لنا التحقوا كل شيء انتهى، بقى الامر الاداري يصدر بكم. علما انا وياي اخر ولد اسمه اخر شعلان نهر حمد نوري هم موجود، بس احنا اثنين اللي ما صدر بينا امر لا ثاني ولا اداري، والبقيه اللي وياي جاهم امر اداري وامر وزاري هم موجودات يمي، يعني هذول وياي وقالوا اذا يريد يعني وين ما تريد نروح نشهد انت ويانا، يعني حتى بوقتها زين الكل جاهم امر وزاري بس انتوا الاثنين ما جاكم؟ اي بس احنا الاثنين ما جانا. زين ايش قال السيد الامر؟ راجعت القياده، قياده شرطه صلاح الدين راجعتها عده امرار، القياده تقول احنا ما نريد نشي ماكو شيء لكم يمنا،
روح للوزارة، روح للوزارة، الوزارة يا ابكتا يا القائد اللي كان ابكتا يقول لك روح للوزارة ما عندنا شيء منه. آخر شيء قبل 10 أيام رحت أنا للمكتب القائد، السيد القائد. من هو القائد؟ السيد القائد ياهو شو اسمه؟ عميد عامر، عميد عامر مدير المكتب مع القائد. لا القائد يا أنا مدير المكتب ما له علاقة. عفوا. نعم. القائد صلاح الدين شو اسمه؟ القائد شو اسمه؟ إيه. اللواء قنديل. شو اسمه؟ إيه رحنا للمكتب ماله. دق ثاني دق اسمي دق هاو يقول والله اخويا ماكو شيء يعني باسمك يمنا. قلت وين الجا؟ يقول روح للوزاره يعني روح شوف هذا السيد يعني مدير المكتب يقول اي والله السيد العميد يقول اي السيد العميد يقول هيك يقول ماكو شيء يعني يمنا يعني للوزاره الموضوع كله زين. خليني شو اسمه هو السيد العميد؟ عميد عامر. خويا سياده العميد عامر الوليد من الطوع، الطوع بشرطة صلاح الدين التي أنت مدير مكتب قائدها، لما كنتوا محتاجين أخذتوه، ما قلتوا لقبل لا تلتحق روح جيب كتاب من الوزارة حتى تداوم. ويا سعادة العميد لما خلصتوا منه الآن وانجرح وانهجم بيته وقاتل وإصابته 65% وصار يشكل حقاً وعبئا على قيادة شرطة صلاح الدين، سعادتكم تخاطبونه ما بدينا تروح للوزارة. سعادة العميد لا اسمعها مني، لا تروح مشي حضرتك العميد، مشي تروح على رجليك من مكتب سعادة القائد إلى مكتب السيد الوزير، تجيب له كتابة وتأخذ له موقف وتعطيه موقف 3 سنوات يداوم عندك ومقاتل ومصاب وانت قاعد بالمكتب، تقول له مو يمي، احنا مو يمك ابن الناس من البداية ما تخلي تداوم، تقول له ما لك حقوق الى ان يجيني كتاب من الوزارة اذا انتم تحترمون سلسلة المراجع يا شرطة صلاح الدين. هسه تقول له لما ننصاب تقول له روح للوزارة؟ لا، لو انت تروح لو القائد يروح وتطول حقه. 3 سنوات يقاتل عندكم يداوم، التحق بالطوع بال 2014 يوم الولد ضموا روسهم بشيلة نسوانهم متغطوا بعبيهن او طلعوا ولد الملحة، تسمع لو لا؟ تروح مشي انت والقائد بالتك تجيب كتابه، ومعالي الوزير يسمعني وحسين العوادي يسمعني، هاي حقوق ناس، دول مقاتلين أبطال، أبطال. شنو روح نروح الوزارة؟ أنت تروح للوزارة. معالي الوزير عبد الأمير الشمري أرجوك خلي عينك على شرطة صلاح الدين، أتوسل إليك وأنا عرفك أنت زلمة، أنا عرفك أخو خيته من سنة أمر اللواء بالعمارة لهذا اليوم، طاقات عليك ومارين عليك كل الكلاوتشية، أو تعرف تميز الغث من السمين. أترجاك وانخاك نخوة خوة أكم الله العظيم. أنا ما أدري، أنا طبعا هاي القصة أعرف جزء من تفاصيلها، أنه لما رفعت الأسماء راحت إلى الرقاب إلى وزارة المالية وأنه ماكو تخصيصات، والآن سيد حسين العوادي يقول بدينا تخصيصات أكو 3000 واحد، لكن مرات الرد زين. شلون خليت 3 سنوات على يا ذمه؟ حس هذا لو ميت ومرته وجهاله وين يطون وجوههم؟ اذا السيد العميد يقول له مو يمي روح للوزاره، لا عاد لو ميت وين تطوي وجه المراه والجهال؟ هو هذا شكل الدوله اللي تشتغلون بيها؟ اكو واحد اليوم ما عنده كتاب، اكو امر وحده يا اسلام الله، اكو امر وحده بالجيش العراقي يجيبون له واحد مقبول ينشره باوامر القسم الثاني، زين كتبته على السطح؟ غير اكو كتاب، اكو رقم، اكو تاريخ يقول الذوات المدرجة اسماءهم وعناوينهم المؤشرة ازان كلا منهم المنسوبين الى كذا، بمعنى اكو موافق على دوامه. زين انت من جهة تشرته وما بيك كتاب، زين هذا بالقاعدة
داعشي، إيراني، هندي، عراقي، جندي. هي ما تقول ليش وقت تتعلمون شغل الدولة، ما تقول ليش وقت تصيرون